السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايبين موقع حلو قوي في البحث العلمي، هنقول له دلوقتي دور لنا مثلا على أي كلمة أنت عايزها، وهو يبدأ يدور في قاعدة البيانات عنده ويجيب لنا الأبحاث بالشكل دوت، وبيقول لك ايه صدر سنة كام، الأرتيكل بوك مثلا وهكذا. تقدر تقول له سيمور وتبدأ تشوف هنا لو أنت عايز تعمل اقتباس مثلا، هنا لو أنت عايز تضيف في ملحوظة، لو انت عايز تشوفها في جوجل. طيب هنا بيدور من سنة 1900، ممكن تكون الأبحاث قديمة، فأنا هقول له هتقلي من 2013 ل 2024. تمام، هنا ممكن تفلتر بقى مثلا فيلد اوف ستادي، تمام، ممكن تكون انت عايزها في الإدارة مثلا، حاجة زي كده، النشر مين، الأسر، فتقدر انت تفلتر. الجميل في الموقع الظريف دوت العلمي، خلينا اقول لك about us، تمام، وهنقول له بالعربي لانه هو اصلا موقع عربي، هو تبع بنك المعرفة المصري.